السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا سنتين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهارده ان شاء الله هنشرح لسن 2 في يونت 1 من كتاب جيم. هنشرح الدرس الثاني في الوحدة الأولى من كتاب جيم. وقبل ما أبدأ أحب أذكركم إن شاء الله هشتغل معاكم من كتاب جيم وكتاب المعاصر وكتاب بيت باي بيت. اسم القناة على اليوتيوب الإنجليزي وجماله، واسم صفحتي على الفيسبوك تعلم بكل سهولة. ونبدأ في فيديو النهاردة، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنبدأ بالكلمات، مجموعة الكلمات اللي عندنا بعنوان greetings، التحيات greetings، يعني التحيات اللي بنقولها على مدار اليوم، زي تحية الصباح، تحية الظهيرة، تحية المساء، وقبل النوم نقول good night، تصبح على خير أو ليلة سعيدة. عنوان الكلمات التحيات greetings، greetings، صباح الخير good morning، good morning. بنحفظ الكلمة spelling، لازم نطق وspelling. good good morning morning. بنقسم الكلمة، صباح الخير good morning، good morning. بعد كده تحية ما بعد الظهيرة أو تحية الظهيرة good afternoon، good afternoon، good afternoon. بعد كده ليلة سعيدة good night، ممكن نقول تصبح على خير، برضو نفس المعنى good night، good night، يبقى تصبح على خير أو ليلة سعيدة good night، بنقولها قبل ما بننام. يعني مثلا قبل ما ادخل انام بقول لماما او لبابا جود نايت، يعني تصبح على خير او ليله سعيده. بعد كده مساء الخير جود ايفنينج، جود ايفنينج. تاني هنقولهم تاني، صباح الخير جود مورنينج، يبقى دي بنقولها في الصباح اول ما بنصحى من النوم، وانا كده صاحيه وطلعت من اوضتي قابلت ماما او بابا هقول لهم جود مورنينج، good morning، good morning، يعني صباح الخير. التحية بقى اللي بنقولها في وقت الظهيرة، وقت الظهر، يعني أنا ماشية مثلا وقابلت صاحبتي في فترة الظهر هقول لها إيه؟ good afternoon، good afternoon. قبل ما بننام بنقول good night، يعني ليلة سعيدة أو تصبح على خير، good night. تحية المساء لما بقابل حد المساء، الفترة ما بين المغرب والعشاء، هي دي فترة المساء، بنقول good evening، good evening. بعد كده check point، انظر اقرأ وضع صح او خطأ. اول صورة عندنا good night true، الصورة تتفق مع good night. number 2 good evening false، كده good morning. number 3 good afternoon true. احنا قلنا واحنا بنحفظ الكلمات بناخد بالنا من الشكل اللي فوق الكلمه علشان نعرف نحل صح. لو شكل الصوره بيعبر عن الكلمه يبقى ترو، لو الكلمه لا تتفق مع الصوره يبقى فولس، خطا. بعد كده لوك ريد اند سي، انظر اقرا وقل. هنقرا بقى الدرس. هنا البنوته الحلوه اللي في الصوره بتقول جود مورنينج جراند ما، صباح الخير يا جدتي. رد بعد كده الصوره الثانيه good afternoon أروى، جدة أروى بقول لها good afternoon أروى، نهارك سعيد يا أروى، يبقى دي تحية الظهيرة. هنقولهم تاني، أول صورة عندنا البنوتة الحلوة بتقول good morning grandma، صباح الخير يا جدتي. ردت عليها وقالت لها ايه؟ good morning جدير، صباح الخير يا عزيزتي. الصورة التانية good afternoon أروى، نهارك سعيد يا أروى، دي وقت الظهر، جدة أروى بقول لها good afternoon أروى، نهارك سعيد يا أروى. ردت عليه وقالت له good afternoon grandpa، نهارك سعيد يا جدي. يبقى لما حد يقول لي good morning رد عليها good morning، لما حد يقول لي good afternoon هرد عليها برضو good afternoon. هنا في number 3 الجدة بتقول لأروى good evening أروى، مساء الخير يا أروى. ردت أروى وقالت good evening grandma، مساء الخير يا جدتي.
برضو لما حد يقول لي good evening بنرد عليها برضو good evening. هنا بقى good night grandpa، أروى بتقول لجدها ليلة سعيدة يا جدي، فهو قال لها ايه good night أروى، يعني ليلة سعيدة يا أروى. بعد كده look and match، اقرأ وصل. أول صورة هنوصلها بجود مورنينج لأنها بتدل على وقت الصباح، يبقى صباح الخير. تاني صورة معانا هنوصلها بجود أفترنون لأنها بتدل على وقت الظهيرة. تالت صورة معانا جود إيفنينج، وقت المساء جود إيفنينج. رابع صورة معانا جود نايت، يعني تصبح على خير أو ليلة سعيدة، يبقى هنوصل الصورة الرابعة بـ good night. بعد كده look read and choose، انظر اقرأ واختر. بناء على الصورة هنختار الكلمة. أول جملة معانا تبقى good morning، number two good afternoon، احنا بنبص على الصورة ونشوف بتدل على وقت ايه بالظبط وبنختار الكلمة بناء على الصورة. number three هتبقى good evening، number four هتبقى good night. بعد كده punctuate the following، يعني ضع علامات الترقيم للآتي. جود نايت، الحرف جي في جود هينزل كابيتال وفي الآخر علامة تعجب. بعد كده عندنا كونكت ويز ساينس، يعني تواصل مع مادة العلوم، يعني كلمات بندرسها في مادة العلوم. كونكت ويز ساينس يعني تواصل مع مادة العلوم. listen point and say، استمع وأشر وقل. طبعا هنا مجموعة الكلمات سهلة جدا، كلمات سهلة جدا هنقولهم مع بعض. شمس sun، sun. قمر moon، moon. تشرف للشمس come up، come up. الفي اختصار لفيرب، يعني ده عبارة عن فعل، فيرب يعني فعل. تشرف الشمس come up، تغرب الشمس go down، سماء sky. بعد كده check point، بعد حفظ الكلمات بقى بنحل. شمس يعني sun، برتب الحروف. سماء sky، قمر مون. بعد كده عندنا أجزاء اليوم parts of the day، أجزاء اليوم parts of the day. read and، هنا طبعا بقول لي اقرأ ولاحظ. عندنا أربع صور، كل صورة جنبها جملة، الجملة بتعبر عن الصورة. الصورة الأولى the sun comes up in the morning، بمعنى تشرق الشمس في الصباح. الصورة الثانية number two the sun is in the sky in the afternoon، تكون الشمس في السماء بعد الظهر. احنا كده ماشيين بالترتيب. number three the sun goes down in the evening، تغرب الشمس في المساء. number four the moon is in the sky at night، يظهر القمر في السماء ليلا. يبقى كل صورة بتدل على الجملة. كده الصور بتوضح لي ان اول حاجة الشمس بتشرق في الصباح أول فترة في اليوم، تاني فترة الشمس بتكون في السماء بعد الظهر، تالت فترة تغرب الشمس في المساء، رابع فترة يظهر القمر في السماء ليلا. بعد كده نوت، عندنا ملاحظات بقول لي إن حرف جر بيأتي قبل أوقات اليوم the morning the afternoon the evening ما عدا night. night تسبق بحرف الجر at، ما ينفعش نقول إن night. يبقى إحنا كده إحنا عندنا أربع فترات في اليوم، الصباح وقت الظهيرة، المساء الليل. morning و afternoon و evening بياخدوا حرف الجر ان، لكن night بتاخد حرف الجر ات. read and the number the pictures، اقرأ ورقم الصور. اول جملة the sun is in the sky in the afternoon، الشمس بتكون في السماء في وقت الظهيرة، يبقى دي كده اخر صورة. number two the sun comes up in the morning، الشمس تشرق في الصباح، يبقى الصورة التانية. number three the moon is in the sky at night، القمر يكون في السماء في الليل، يبقى دي كده اول صورة نكتبها number three. number four the sun goes down in the evening، يعني الشمس تغرب في المساء، يبقى دي كده number four. بعد كده look read and choose، انظر اقرأ واختر. بناء على الصورة بنعمل circle على الكلمة. number one the sun goes down in the evening، number two the moon is in the sky at night، number
3 the sun comes up in the morning. الشمس تشرق في الصباح. Number 4 the sun is in the sky in the afternoon. الشمس بتكون في السماء في وقت الظهيرة. بعد كده بنكتويت the following. ضع علامات الترقيم للآتي. الجملة أي حاجة ناقصة في الجملة بنكملها. هننزل الـ T capital عشان دي أول حرف في أول كلمة في الجملة وفي الآخر full stop. هنكتب الجملة كلها بخط كويس، بس الحاجات اللي احنا هنكملها في الجملة حرف T في the وفي الآخر full stop. بعد كده read and put true or false. اقرأ وضع صح أو خطأ. لازم نقرأ الجملة ونترجمها علشان نحل صح. The moon is in the sky in the morning. القمر بيكون في السماء الصبح. طبعا خطأ. Number 2 the sun goes down in the evening. الشمس تغرب في المساء. True. Number 3 the sun. احنا كده في الجملة الثالثة. The sun comes up at night. يعني الشمس تشرق في الليل. False. Number 4 the sun is in the sky in the afternoon. الشمس بتكون في السماء في وقت صغيرة. True. بعد كده look read and complete. انظر اقرأ واكمل. الجملة الاولى the sun comes up in the morning. بعد كده the sun is in the sky in the afternoon. بناء على الصورة بنكمل الكلمة. Number 3 the sun goes down in the evening. بعد كده the moon is in the sky at night. بعد كده read and write in or at. اقرأ واكتب in أو at. The sun is in the sky in the afternoon. الشمس بتكون في السماء في وقت الظهيرة. قلنا أوقات اليوم كلها بتاخد in ما عدا night بتاخد at. Number 2 the moon is in the sky at night. القمر يكون في السماء في الليل. Number 3 the sun comes up in the morning. الشمس تشرق في الصباح. Number 4 the sun goes down in the evening. الشمس تغرب في المساء. يبقى the afternoon و the morning و the evening بياخدوا in، لكن night بتاخد at. بعد كده listen and the number the pictures. استمع ورقم الصور. هنا بقى احنا هنرتب الصور على حسب فترات اليوم. الصورة التانية تبقى نمبر 1 وقت الصباح. الصورة الأخيرة نمبر 2 وقت الظهيرة. الصورة التالتة تبقى نمبر 3 كده وقت المساء. الصورة الأولى تبقى نمبر 4 وقت الليل. بعد كده reading. اقرأ وأعد الترتيب. read and reorder. هنا بقى حسب برضو فترات اليوم. أول جملة تبقى the sun comes up in the morning. يعني الشمس تشرق في الصباح. Number 2 the sun is in the sky in the afternoon. الشمس بتكون في السماء في وقت الظهيرة. Number 3 the sun goes down in the evening. الشمس تغرب في المساء. Number 4 the moon is in the sky at night. يعني الشمس بتكون في السماء ليلا. بعد كده look and write. انظر واكتب. أول صورة تبقى good morning وقت الصباح. Number 2 good afternoon وقت الظهيرة. Number 3 good evening وقت المساء. Number 4 good night يعني وقت الليل. هنا كلمة night N-I-G-H-T عشان الكلمة مش واضحة. Good night يعني ليلة سعيدة أو تصبح على خير. Night N-I-G-H-T. كده يا حبيبي أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. سبحانه في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.